مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا فيكم في حلقة متجددة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث توالت ردات الفعل الخليجية والعربية والعالمية في أعقاب الاعتداء الذي شنه محتجون إيرانيون على سفارة المملكة في طهران. فبعد أن أعلنت المملكة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، سارعت عدة دول صديقة للمملكة بقطع علاقاتها مع طهران أو تخفيض تمثيلها، مما سبب عزلة دبلوماسية تجاه إيران نتيجة استمرارها في تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير، وبعد ذلك سيكون لنا النقاش حول هذا الموضوع. تزايدت عزلة إيران الأقليمية والدولية بعد قرار المملكة قطع العلاقات الدبلوماسية معها الأحد الماضي، فقد تواصلت المواقف المتضامنة مع الرياض في مواجهة طهران على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران والقنصلية في مشهد يوم السبت الفائت. ففي البداية أعلنت السودان ومملكة البحرين تضامنها مع المملكة، وأعلنوا قطع علاقاتهما الدبلوماسية مع طهران، فيما استدعت الأمارات سفيرها في طهران وخفضت تمثيلها الدبلوماسي، كما استدعت قطر سفيرها لدى إيران احتجاجا على الاعتداء على البعثتين السعوديتين، فيما قررت جيبوتي قطع العلاقات مع طهران، واستدعت الأردن السفير الإيراني في عمان لإبلاغه الاحتجاج على الاعتداءات، واستدعت تركيا هي الأخرى سفيرها لدى إيران. كما دان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مدينة مشهد. إيران والتي جنت على نفسها بمحاولة اللعب بالنار، ها هي الآن تدفع ضريبة تهورها بحصار دبلوماسي سيكلفها الكثير. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو المستشار للشؤون الإنسانية وتنمية المجتمع في قطر الأستاذ علي بن راشد المهندي، كذلك ينضم معنا الإعلامي والمستشار الأكاديمي الدكتور عبد الله بن فلاح الناهسي، وكذلك سيلتحق بنا إن شاء الله عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي. حياكم الله معنا جميعا. الله يحييك يا ابو سلمى. يا هلا وسهلا استاذ علي، خليني ابدا معك. كيف رايت ردود الافعال، تحدث عن ردود الافعال الخليجيه العربيه كذلك من بعض الدول الصديقه تجاه قرار المملكه العربيه السعوديه بقطع علاقاتها مع ايران بعد الاعتداءات الاخيره على السفاره السعوديه في طهران وكذلك القنصليه في مشهد؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. طبعا موقف حازم وحاسم من جديد ذكرنا بشهر 4 من عام 2015، وهو موقف عاصفة الحزم، كان مفاجئ للعالم أجمع، لم يكن مفاجئ للدول الخليجية ولا العربية ولا الإسلامية، بل في ذلك الوقت قلبت موازين وغيرت سياسات دول إقليمية وعربية، بل غيرت سياسات دول عالمية ومنها الدول العظمى الموجودة. هذا الموقف اللي احنا فيه حاليا قطع العلاقات، انا اتكلم بشكل يعني رؤية رأيتها في سياسة المملكة العربية السعودية خلال 40 سنة. تتصف هذه السياسة بإيش؟ تتصف بالحكمة، ببعد النظر، بالهدوء، بالاتزان، بالعمق، ويأتي في مقابلها الحزم المباشر في نفس الوقت. يعني هي سياسة توازن واتزان، في الوقت اللي أنت فيه تفتح علاقاتك مع العالم كله، في الوقت اللي فيه أنت حليم وصبور على ما تواجهه من إرهاب في الداخل وفي الخارج، في الوقت اللي أنت حازم وحاسم وتقول كلمتك في وقتها. وعلى سبيل المثال قلنا عاصفة الحزم، وقلنا من قبل أيضا يعني مواقف حازمة للمملكة العربية السعودية قد تكون من 30 و35 سنة، لكن لم يذكرها الإعلام.
بسبب أن السياسة تريد أن تحافظ على يعني شعرة معاوية على ما يقولون، يمكن تصلح أوضاع الطرف الثاني، يمكن يعدلون من وضعهم، يمكن يحسون أنهم أخطأوا عشرات المرات ويمكن يرجعون. وأيضا السعودية لا تريد أن تتعامل برعونة مع القضايا مثل ما يتعامل معها البعض والمضاد والعدو، لكن السعودية تتعامل بالقانون وتتعامل بدبلوماسية محنكة لا توجد في أي دولة في العالم، وأنا أشهد على ذلك. أضرب لك مثال للحزم الذي تم يعني عمله وتنفيذه، لكن ما تم الإعلان عنه ولا الإعلام. في عهد الملك فهد رحمه الله، ها، هناك بعض يعني على الحدود هناك تحدث بعض المناوشات والمضايقات، ومنها حدثت حتى في طائرات، وقصفت تلك الطائرات لأنها جاءت اعتداء على هذه الأرض المباركة. وكلنا نتذكر تصريح الملك فهد رحمه الله، قال نحن لا نعتدي على أحد، ولكن لو أراد أحد أن يعتدي على شبر من أراضي المملكة سيجد الذي لا يسره. هذه واحدة. والثانية موقف الملك عبد الله رحمه الله في البحرين اللي كادت يعني أن تذهب ورجعها أبو متعب الله يرحمه ويغفر له. والآن إحنا في عصر أبو فهد الله يحفظه ويطول في عمره على طاعة الله ويبارك في القادة الذي وضعهم قادة شبان يعرفون معنى الحياة الجديدة ويعرفون معنى العالم المتطور ويستخدمون التكنولوجيا في الأمن ويستخدمون في تنمية البلد. لله در السعودية في هذه الحروب المحيطة بها من جميع النواحي تشتغل على الأمن داخل البلد وعلى التنمية. في ظل هذه الأحداث نجد تغيير وزراء، أوامر ملكية، نجد هناك تنمية، نجد أن الوزير مو هو اللي بيروح بيشرب قلاص الشاي وبيرجع من إلى بيته، لا، وجدنا الوزير الآن وزير التنمية، وجدنا الوزير اللي يحس بالمسؤولية، وجدنا الوزير الخادم للشعب كما قالها الملك سلمان حفظه الله. الله يحفظه يا رب. طب احنا بنتكلم عن المواقف كذلك الدول الخليجية والدول العربية، لكن خليني أسأل الدكتور عبد الله. دكتور عبد الله، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، المملكة كانت تمارس مثل ما ذكر الأستاذ علي سياسة الحكمة وما زالت حاضرة الحكمة. صبرنا كثيرا على ما تعمله إيران وتدخلها في الشؤون الداخلية ومحاولتها التدخل في الشؤون الداخلية وتدخلها في الشؤون الداخلية في بعض الدول المحيطة. صبرت كثير المملكة حتى يعني جاء موضوع إحراق السفارة السعودية في طهران وكذلك الاعتداء على السفارة في مشهد. هذا العمل الكثيرون يرون أنه كان لابد أن تتخذه المملكة في مثل هذا التوقيت، كيف تعلق؟ بسم الله وبه نستعين. أولا أهني القيادة والشعب على هذا القرار اللي حقيقة يثلج الصدر ويفرح الجميع، وشاهد ذلك هو تضامن كثير من دول الصديقة والعربية والإسلامية، وحقيقة هو لم يأتي إلا بعد أن ضاقت المملكة العربية السعودية بهذا التصرف ذرعا 35 سنة إلى 40 سنة، ونحن نتعامل في سياسة الحكيم بطول نفس بكل أمانة، رغبة منا في لعلها تتحسن العلاقات، لعلهم يعوا خطورة ما يعملونه، لعلهم يعودوا إلى رشدهم وصوابهم. لكن حقيقة أن جاء قرار في وقته المناسب، ونحن بحاجة لهذا القرار فعلا لإثبات نظرية الداخل للإيرانيين أنفسهم حكومة وشعبا بأنهم أصبحوا بمعزل وأنهم بحاجة إلى عزلهم عن العالم. هناك تدخلات سافرة في الشؤون الخارجية والداخل الشؤون الخارجية، هناك مد للإرهاب في كل مناطق، هناك زرع للفتنة وبناء المعممين في كل جميع مناطق المنطقة، ليس المملكة بحد ذاتها، وإنما هناك انتشار واسع على مستوى دول الخليج، دول أفريقية، دول شرق آسيا الآن. فبالتالي الحمد لله قرار حكيم، قرار لم يكن قرار المملكة وحدها فقط في ظل هذا التضامن الذي يأتي يوما تلو يوم. نحن الحمد لله أمضينا حوالي 10 أيام ولا زلنا نسمع قطع علاقات متتالية، وآخرها الموقف التركي وتصريحات أردوغان الذي يعتبر هو الأقرب جارا وأقرب مصلحة مع إيران من غيره. بالتالي هذا شيء يثلج الصدر ويبشر بالخير. طيب أستاذ علي،
أرجع لموضوع المواقف الخليجية، أنا أبدأ بالخليجية نعم. ثم لك تحدث عن المواقف العربية بشكل عام وكذلك مواقف الدول الإسلامية والدول الصديقة. غدا السبت هو اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، سيليه كذلك يوم الأحد اجتماع لوزراء الخارجية على مستوى الدول العربية. ما المؤمل؟ نبدأ خليجيا ونتحدث كذلك عربيا منهم تجاه يعني هذه السياسات العدائية من إيران. طبعا والله الحمد ردة الفعل واضحة، بدأت على الدول الخليجية وبدأتها مملكة البحرين الشقيقة بقطع علاقتها بإيران مباشرة، وتلتها المواقف الخليجية الأخرى، عندك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. الإمارات نزلت مستوى التمثيل، دولة قطر استدعت السفير ودولة الكويت كذلك. أضف إلى ذلك أن هذا يعمل لهم نوع من التغيير في الرؤية المستقبلية للعلاقات. وأنا أقول في هذا المجال طبعا كل دولة من الدول الخليجية قد تكون لها سياسات مختلفة في الداخل والخارج، لكن البعض منها يمشي بخط متوازي وقريب من سياسة المملكة العربية السعودية، والبعض منها يكون موازي له لكن على مستوى شوي أبعد. الآن هذا اللي صار عمل نوع من التوحيد من جديد، وسيكون الاجتماع الخليجي اللي هو قبل الاجتماع المؤتمر الوزراء العرب بيكون فيه نوع من التنسيق للرؤية الخليجية الموحدة تجاه هذا الموقف. وأيضا لما نروح احنا كخليجيين في القمة العربية يجب أن يكون راح يكون صوتنا واحد. طبعا نجد يمكن سلطنة عمان لها مثلا موقف معين من القضايا التي تحدث في المنطقة، هذا شأن السلطنة، هي إن أرادت يعني تشارك في هذا الموقف حياها الله، إن ما أرادت فهي لها رؤية ولها سياسات تختلف. لكن احنا نتفق معهم في أمور كثيرة بأن الأمن جزء لا يتجزأ، والذي حدث للسفارة السعودية اختراق على المستوى الدولي وعلى ميثاق الدول وأيضا على مستوى مجلس الأمن. طيب الدكتور عبد الله، يعني سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان له لقاء في صحيفة ذا إيكونوميست، يعني وكان يمكن هذا اللقاء يحتوي على وتم يمكن طرح يعني نقاش قضايا داخلية، قضايا سياسية وقضايا كذلك اقتصادية. لكن ما يتعلق بالجانب السياسي، عندما سئل عن الموضوع البعض ذكر أنه هل يتوجه الأمر إلى حرب، ذكر أن الحرب يعني مع إيران كارثة ولن نسبح بها، ومن يفكر بذلك فليس يعني لا يوجد لدي رجاحة عقل. كيف يمكن تعلق على هذه الجزئية؟ كلام سليم، الدخول مع إيران في حرب ليست شجاعة، لأن الحرب الحقيقية هي إثبات المكانة وإثبات الولاء والانتماء. الآن لو تشوف التضامن العربي والإسلامي والخليجي مع المملكة العربية السعودية تجد أن التضامن فعلا يدل على أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية هي السياسة الصحيحة. إيران الآن أصبحت بعزلة، أرينا من الدول الصديقة لإيران وليس لنا تضامن معها ضدنا، وإذا كان هناك تضامن فهو قليل جدا لا يعتبر تضامن. فبالتالي دخول كلام ولي العهد محمد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مكانه، دخول في الحرب ليس شجاعة وهو أيضا كارثة، لكن ما يحدث الآن هو الحرب الحقيقية النفسية. نحن الآن بحاجة إلى حرب نفسية، نريد الوصول إلى الداخل الإيراني نفسه وإقناع الشعب المواطن الإيراني بما تنتهج سياسة بلاده وسياسة المعممين والمجوس نحو إغراقهم هم في الداخل. لأن ما تقوم به الآن إيران من أعمال خبيثة ومنتشرة في جميع أغلب دول العربية والإسلامية ما هو إلا نهاية، وما تقوم به المملكة العربية السعودية والدول الصديقة الآن نحو إيران هو الحرب الحقيقية في وضعها في عزلة اقتصادية وسياسية ومعنوية وأيضا حرب نفسية. جميل، احنا مكملين الحوار حول هذا الموضوع، لكن استأذنكم وأستأذن المشاهدين الكرام بفاصل قصير، بعد ذلك نعود لكم.
يا أهلا فيكم من جديد. نتابع حديثنا عن ردود الأفعال الخليجية والعربية وكذلك من الدول الصديقة حول قرار المملكة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. ويتابع معنا النقاش في الاستوديو الأستاذ علي بن راشد المهندي المستشار للشؤون الإنسانية وتنمية المجتمع في دولة قطر، وكذلك يتابع معنا الإعلامي والمستشار الأكاديمي الدكتور عبد الله بن فلاح الناسي. أستاذ علي، بسألك عن جزئية ويمكن كانت واضحة حتى في تغطيات بعض القنوات لتداعيات يعني العلاقات ما بين السعودية وإيران. يعني خلينا نتكلم بصراحة، يعني مثل تغطية البي بي سي ولا تغطية قناة روس اليوم ولا غيرها من هالقنوات اللي يعني كانت تنظر الموضوع بزاوية واحدة، وكانوا حتى يطرحون في مسألة، يعني حتى استغرب بصراحة يكون هناك طرح انه المملكة كان بعملها بإعدام مثلا نمر استفزاز لإيران، وكأني ما أدري يعني ما هم يدون نمر مواطن سعودي، وكان ينظرون يعني محاولة اللعب على وتر الطائفية، أي طائفية يتحدثون عنها وهم اللي قامت الدنيا ولا قاعدت عندهم، عشان يعني مواطن سعودي تم تطبيق القانون عليه. أريد منك تعليق حول هذا الجزء. أولا، لما تم الإعدام هل هي حالة واحدة في ذاك اليوم؟ كم كان عددهم؟ طبعا 47 وفي 46 منهم وفي العدد الأكبر منهم من السنة. نعم، موجودين. نعم. وتكون قضاياهم مختلفة. القنوات اللي تفضلت فيها أو لا شك أن لها أجندات تتبع الدول الداعمة لتلك القنوات، وهذا شيء واضح ما يحتاج أن احنا نوضحه للناس. لكن أنا لا أعتب على هذه القنوات، أنا يعني أنادي الصوت الآخر والطرف الآخر. المملكة العربية السعودية الآن احتوت المواطنين من السنة ومن الشيعة، والحق في المواطنة عند المملكة واحد، وهناك توازن وتعاون وعدل في التعامل بين السنة والشيعة، مع أن المملكة لا تخاطب في الداخل ولا الخارج بموضوع يتعلق بالطائفية أبدا. المملكة تتعامل بأن هذا مواطن سعودي له حقوق عليه واجبات مثله مثل أي مواطن يعني آخر، يتساوون في الحقوق. أضرب لك مثال، إذا كان القنوات هذه أو إيران قومت الدنيا ولا قعدتها عشان نمر النمر ترى هو شماعة حطوه في الفترة هذه عشان تخدم أجندتهم، لكن جاء هذا الموقف السعودي اللي فضح 35 سنة و40 سنة. الحين نقدر احنا نقول نعم، نطلع الأشياء اللي كانت موجودة، نطلع الإرهاب اللي عملته إيران في المنطقة داخل دولنا في المملكة العربية السعودية وفي الخليج العربي، لها تدخلات سافرة في كل هذه الدول، لها تدخل سافر في سوريا، لها في العراق، لها في اليمن. حتى دخول عاصفة الحزم في اليمن لم يكن هناك تصريح واضح من السياسة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين أن ما تكلموا عن إيران أن احنا ضدها في اليمن أبدا. لكن بدأ يعني هم بدأوا هذا العدوان وهم فضحوا أنفسهم بأنفسهم. لكن إلى أن يأتي الوضع إلى حرق سفارة بهذه الطريقة الهمجية والعشوائية، واللي يعني ينتبه لها اللي على بعد 300 كيلومتر ما ينتبه لها أقرب مركز شرطة في عند السفارة، وبعدين السفارة السعودية هل هي متواجدة في فوق جبل ولا في وين متواجدة السفارة السعودية؟ هل هذا الكلام يعقل؟ بماذا تتحدث إيران؟ إيران تتحدث وتكذب وتصدق نفسها، ها، وتخفي على هذا الشعب المسكين. تدري يا أبو سلمان كم عدد الشعب الإيراني؟ حوالي 73 مليون. هذا غيبوهم تغييب كامل عن ما يحدث في العالم، عن ما مصيرهم. هم ذهبوا إليهم بموضوع الملالي، وذهبوا إليهم بأن احنا مظلومين، واشتغلت على قنواتهم على سب الصحابة رضي الله عنهم، واشتغلت قنواتهم على ضرب المملكة العربية السعودية بشكل واضح وجلي، سواء بشكل مقصود أو غير مقصود، سواء في الداخل عندهم أو حتى حركوا خلايا نائمة كانت تعيش في أمن وأمان في بلداننا، لكنها الآن رفعت يدها عنهم وتموا هذيلا اللي غرر بهم. تموا الآن هم اللي يعدمون بشرع الله،
وبالقوانين الدولية الموجودة السعودية يا أخي شيء عجيب. جيب لي دولة في العالم الحين تطبق الشريعة الإسلامية علنا وواقعا على أرض الواقع، أنا أتحدى. هذه واحدة. جيب لي دولة في العالم بالرغم من وجود يعني ولله الحمد الحرمين الشريفين ووجود استقطاب ملايين مملينة في العام الواحد، خل موسم الحج 3 و4 مليون اللي يجون، أنت في العمرة في الأسبوع الواحد يدخل مليون ويطلع مليون. أي دولة في العالم تستطيع أن تستقطب هذه الثقافات، هذه الشعوب، هذه الطوائف؟ السعودية ما تعاملت مع الدول هذه كجنسيات ولا تعاملت معهم كطوائف، تعاملت مع هؤلاء الناس بأنهم ضيوف الرحمن للي جاوا للحرمين. أضف إلى ذلك السعودية تستقطب في المؤتمرات، في عندنا الندوات، في عندنا حتى الإرهابيين اللي من الداخل ويغرر بهم من الخارج، تحتويهم أكثر من الأسرة اللي قاعد فيها عند أبوه خاشة. الأبو اللي يدري عن ولده أنه عنده فكر إرهابي وقاعد يقول لا هذا ولدي وفلذة كبدي بغطي عليه، تغطي عليه على حساب أمن وطن وعلى حساب أمن مجتمع كامل. لا يا حبيبي، ما هو على كيفك، بالعكس، إلا إذا أنت تبي تتبرأ أمام الله سبحانه وتعالى تسلمه وتبلغ عنه الجهات الأمنية. إحنا عندنا الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية شأن عجيب. عندنا المركز المناصحة، المناصحة هذه الأمير محمد بن نايف اللي يتبع مباشرة اللي يسموه الأمير محمد بن نايف، يا أخي والله إن أحرص عليه من بيت اللي هو طالع منه، لأن إذا الأبو قال أنا والله فلذة كبدي وهو يشوفه يدخل أسلحة ويشوف أن تصرفاته غير سوية. أنا أقول لك المملكة العربية السعودية لا تقارن كما قارنها البعض في بعض القنوات الفضائية أو بعض المستشارين بإيران. المملكة العربية السعودية لها ثقل في المنطقة وعملها واضح مع الجميع. أنا أستاذكم باتصال هاتفي مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الشايجي. دكتور عبدالله حياك الله معنا، شكرا لتجاوبك معنا. قراءتك المفصلة للأحداث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي، مظاهرات وأعمال شغب في سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، المملكة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، عدد من الدول تضامنت مع المملكة من دول الخليج وكذلك الدول العربية والدول الصديقة أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. السؤال هو كيف يمكن أن تنظر إلى الموقف وإلى أين يتجه؟ شكرا لكم. طبعا يعني ما يجري الآن بيننا وبين إيران هو ليس خلاف سعودي إيراني، بل هو خلاف عربي بشكل عام، خلاف المنطقة كلها مع إيران. إيران استباحت المنطقة خلال السنوات الماضية، ويعني ما يجري الآن هو تصحيح لهذا الخلل وإعادة لتوازن القوى الذي اختل بشكل كبير، وما سمح لإيران من قبل الغرب باتفاق النووي عزز من سطوة وقوة وتأثير وحضور إيران، ورأيناها كيف تستخف بجميع الدول العربية وتفاخر باحتلال 4 عواصم عربية وبأنها إمبراطورية عاصمتها بغداد وتمتد من المحيط من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط. ما يحدث الآن هو إرباك للمشروع الإيراني، ما يحدث الآن هو الموقف السعودي الذي يعني طالبت كثيرا من المقابلات والمقالات والتغريدات بالوقوف مع المملكة، لأن ما تقوم به المملكة هو قيادة مشروع ردع وصب وتوازن قوى مع إيران التي لا يمكنها بعد اليوم أن بعد عاصفة الحزم وإعادة الأمل وبعد الدور السعودي في مواجهة إيران في سوريا وكذلك في المنطقة أن تدعي أو تفاخر بأنها يمكنها أن تفعل ما تريد وقت ما تريد أينما تريد. فما يجري هو يعني إرهاصات لهذا الموقف، ما يجري من اعتداء على جرى من اعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية، كان في تنديد عربي واسع وخاصة من دول الخليج التي قطعت بعض الدول علاقاتها مع إيران وطردت السفراء أو القائمين بالأعمال، وخفضت عدد الدبلوماسيين أو استدعت السفراء الإيرانيين. وهناك الآن أكثر من نصف الدول العربية يصطف مع السعودية في مواجهة إيران، والأعداد مرشحة للزيادة. إيران تشعر بالارتباك، إيران تفاجأت بشكل واضح بعاصفة الحزم، تفاجأت مرة أخرى باستمرار السعودية بعدم خفض إنتاج النفط، تفاجأت مرة أخرى بإعدام نمر النمر كما تقول،
وتفاجأت أيضا بقطع العلاقة التجارية والدبلوماسية وكذلك الموقف السعودي والموقف الدول الخليج الأخرى المتضامنة والتي تأذت كثيرا أيضا من السياسة والاستراتيجية والمشروع الإيراني. ما يجري هو في اعتقادي بحاجة إلى الآن قراءة جيدة على إيران أن تعيد النظر. إيران يجب أن تتوقف في التدخل بشؤون الدول العربية والخليجية، ويعني هذه هبة مهمة جدا لتصحيح الخلل، وعلى الغرب أيضا أن يقرأ ما يجري دون انحياز. يعني الآن يعني أعتقد أن السعودية تتعرض لحملة عدائية من بعض وسائل الإعلام الغربية واللوبيات وجماعات حقوق الإنسان، وهي غير مبررة وغير منصفة. واليوم قبل يعني صباح اليوم أو قبل قليل يفاخر الإعلام الرسمي الإيراني بانحياز الإعلام الأمريكي وأخذ موقف إيران في المواجهة مع السعودية. إيران تتخبط في اعتقادي، إيران عليها أن تقرأ الوضع بشكل مختلف. نعم. لا يمكنها بعد اليوم أن تستمر بنفس السياسة ودون أن تدفع ثمنا لما تقوم به. إيران وأختم بهذه الجملة. نعم. إيران يعني متحالفة مع الدول والأنظمة التي تقتل شعبها وتقمعهم، ما يجري في مضايا، ما يجري في سوريا، ما يجري في العراق، يعني الباس استراتيجيتها بلباس طائفي، تعزيز النعرة الطائفية في المنطقة، كل هذه يعني أمور نحن بحاجة إلى أن نتصدى لها ونصحح الخطأ. ولهذا السبب نشد على أيدي المملكة العربية السعودية ونطلب من جميع الدول الخليجية والعربية الاصطفاف مع المملكة، لأن المملكة تقود مشروع يمكن أن يلعب دور مهم في شيئين: في تصحيح الخلل وفي قيادة مشروع يتصدى للهيمنة الإيرانية التي هي على حسابنا وأمننا ومستقبلنا. شكرا لك دكتور عبد الله الشايجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. الحقيقة الشكر لكل يعني المختصين والسياسيين المحللين الإعلاميين كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي كذلك بعض العرب اللي فعلا تضامنوا ووقفوا مع يعني موقف المملكة. يمكن تابعنا كذلك كثير من التصريح التي كانت تتحدث عن يعني دور المملكة الكبير يعني التأييد لما قامت به المملكة والدفاع في وجه كل من يريد أن يسيء للمملكة. دكتور عبد الله، تعليقك على هذا الجزئية، الجانب الإعلامي أنا أتوقع جدا مهم، ولما تجي تتكلم إيران عن الطائفية وهي من تعلق على يعني في الرافعات وتشنق من السنة الكثيرين وتقتل الآلاف ومع ذلك تتحدث هي عن الطائفية. أولا وجود الأستاذ علي معنا اليوم في الاستوديو ومداخلة الدكتور عبد الله من الكويت، هذا ترى بالمناسبة رسالة كل مواطن عربي وإسلامي وتضامنهم علنا لا رياء ولا نفاق فيه، ما لهم مصلحة، لكن فعلا هذا الحقيقة هو الواجب الذي يجب أن يكون. وبالتالي اليوم نحن قلتها في حديثي قبل قليل، يجب أن يكون حربنا هي حرب إعلامية حقيقة، الوصول للداخل الإيراني لن يتم إلا من خلال الإعلام. وسائل الإعلام الآن الحمد لله رب العالمين في دول عربية والإسلامية والدول الخليج أيضا أثبتت فعلا حقيقة ما حدث. إيران الآن تتكتم إعلاميا على مواطنيها وتحاول أن تنقل لهم صورة سلبية وخاطئة وليست أصلا على أرض الواقع، وشاهد ذلك هو ما يعيشه الأحواز العربية من ظلم وقهر واضطهاد داخل إيران، أيضا ما يعانيه أهل الكتاب والسنة من عدم وجود مسجد واحد على الأقل في إيران الدولة العظمى 73 مليون. فبالتالي هذا العمل كله عمل إرهابي إعلامي، فبالتالي من واجبنا نحن الآن كإعلاميين أيضا كأصحاب قلم كل حسب مسؤوليته، منتجين مخرجين معدين مقدمين، كل حسب إمكانيته أن يصل فعلا لنقل الصورة الصحيحة للداخل الإيراني، ومحاولة فعلا إيجاد اتجاه معاكس لما تقوم به القنوات الإيرانية وحلفائها. هناك حلفاء لها أيضا في الداخل العربي وأيضا في بعض الدول التي بدأت تحاول أن تزرع فيها أصابع الإرهاب في دول أفريقيا أو دول شرق آسيا. وبالتالي أنت فعلا سألت سؤال مهم، هذه دعوة مني على هذا المنبر لعموم أحبتنا الإعلاميين والصحفيين في كل دول العالم الإسلامي والعربي والخليجي بأن يكونوا يدا واحدة وأن تكون رسالتنا واحدة وأن يكون هدفنا سامي فعلا لإثبات العكس التي تحاول إيران أن تثبته للداخل والخارج. جميل، شكرا لك.
يعني وقتنا احنا شو يقول انتهى الفقرة، لكن استاذ علي اريد ان اختم برسالة مواطن خليجي، ما الذي يمكن تقول؟ رسالة المواطن الخليجي ان نقف جميعا قلبا وقالبا مع المملكة العربية السعودية، ونقتنص الفرصة كخليجيين وكعرب وكمسلمين في هذا الموقف. المملكة داعمة للجميع، وهي أخت الجميع، وهي الشقيقة الكبرى كما يقال دائما وأبدا. الرسالة واضحة بأن تكثف الجهود للوقوف مع المملكة العربية السعودية، وفاقد الشيء بالنسبة للجانب الآخر لا يعطيه. إيران تتكلم عن الطائفية، وهي من يؤجج الطائفية فيما بالها. إيران تعزل شعبها، في المقابل عندنا الثراء والإثراء التام والكامل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعقيدة الصحيحة التي منهاج هذا البلد المبارك، وأيضا بقادة يتسمون بالحلم والحكمة والرشاد في التعامل مع أمور الداخل والخارج. المفروض أن الآن الكل يقف، صاحب الكلمة، صاحب القلم، المهندس في مكانه، الطبيب في موقعه، كلنا لازم نوصل رسالة بأن إحنا أصلا رسالتنا واضحة، ما في شيء إحنا نخفيه على الآخرين. إيران في المقابل الآن هي هزمت الهزيمة رقم 20-30 ولا تتعظ. لازم يكون لنا هذا الموقف القوي، ومن منه ننطلق إلى رؤى موحدة تجاه الحزم والعزم والأمل إن شاء الله. شكرا، شكرا لك أستاذ علي بن راشد المهندي المستشار للشؤون الإنسانية وتنمية المجتمع في دولة قطر الشقيقة. شكرا كذلك للدكتور عبد الله بن فلاح الناهسي الإعلامي والمستشار الأكاديمي. بالتأكيد نحن يد واحدة في وجه كل من يريد أن يسيء لنا. فاصل قصير وبعد الفاصل نعود.